احنا الان في عصر يعني يكاد يكون قلب المجالس والاحاديث بين الناس الضغوط الحياتيه اللي احنا بنعيشها، وانعكاس ذلك من او نتاجه من اكتئاب ومن عواقب وخيمه لهذا الاكتئاب. أهمية الاحتواء في حياتنا، أهمية التصالح مع ذاتنا، أهمية الفهم المنطقي والعقلاني للظروف اللي احنا بنعيشها، وإعطاء الحوجة النفسية والعاطفية حق قدرها. تأثير الحاجة دي وتأثير عدمها، لو بتكلم احنا خاصة مثلا الإنسان ضعيف سواء كان في نفسيته أو في أحاسيسه أو في جسمه حتى ضعيف، والإنسان بيمرض. فلما يكون مريض أو يكون عيان بيبقى بعد ذاك الروح عليها من الرهق ما يعني يثقل طاقته. المرض بيقلل طاقتك الجسدية منطقي، لكن طاقتك النفسية كمان بيقللها، بتبقى محتاج لتعاون آخر بشكل حساس ودقيق من الناس اللي حولك، من المجتمع اللي حولك، محتاج لعناية نفسية، محتاج للتعامل معك بمنطقية وتوازن. يعني إحنا السودانيين عندنا إحساس بتاع شفقة ممكن تكون زايدة، سمعتك زايدة، ومرات كمان لو ما زايدة بتبقى في حبة قفوة وحبة قساوة. يبقى إحنا محتاجين للوزنة. يعني أنا كزول عيان مثلا بكون دايرة أحس بتعاطف من الآخرين حولي، وبكون داير أحس بمحنة وباهتمام بمساعدة وتعاون منه، لكن ما بكون داير أحس بالشفقة الزايدة اللي بتحسسني أنه أنا خلاص مثلا عاجز بورلس، أو أن أنا حأموت، أو أن أنا ما هبقى كويس، أو يخوفوني أترعب من جواي. أنا يا ربي عندي شنو يا ربي، الدكتور ده قال لهم حاجة أنا ما عارفة، يا ربي أنا مثلا حكون كويس تاني، خلاص أنا عمري انتهى، خلاص أنا حأموت. في وزن، في منطقية في الأشياء. طيب احنا في السلسله بتاعت علاجنا في المستشفيات، هل في بندي اعتبار للحاجه دي؟ مثلا في امراض مزمنه بتكون اصحابها محتاجين عنايه بشكل معين، تعاون بشكل معين، عاملوا معهم بشكل معين عشان انت تملاه طاقه كمان يقدر يقاوم المرض، ودي نص العلاج. انا هتكلم لسه في طرح موضوعي، حاسه انه محتاج اطرحه اكتر، لكن ما هخليه ينتظر اكتر من كده على التلفون، وهو دايما بيساعدنا وطرحه قاعد يكون اجمل واكمل مني. دكتور زكريا صالح، صباح الخير. يا هلا وغلا، السلام عليكم. وحسن ازيك واخبارك؟ وانا سعيد جدا اكون ضيف عليكم كالعاده. يعني مرحبا بك يا دكتور، والله احنا كمان يعني بنستوحشك لما تغيب عننا حلقات، وبنتمناك دائما تكون بخير. يديك الصحه والعافيه يا رب. طيب يا دكتور، الضغوط النفسية ومآلاتها بيكون نتاجها قد يكون عدم اتزان، اضطراب نفسي، هل ممكن يكون اكتئاب، هل ممكن يكون انطواء؟ بيكون الحاجة دي انعكاسها كيف على نفسيتنا بصورة عامة؟ في البداية أنا والله يعني استمتعت بالأغنية وبديت بعمر إحساس، وبديت بالإحساس الجميل فنان جميل يعني، والله احنا بنحبه جدا موفر يعني. فأنا في البداية قبل أي شيء بقول إحنا محتاجين نحس بالحياة. الضغوط هي موجودة في حياتنا على العموم. في حاجة مهمة جدا بخصوص الضغوط، الضغوط ما كلها سلبية، في ضغوط إيجابية، ويجي بتدينا الدافعية الإحساس بالحياة ذات. لكن الحد الأكثر من الضغوط ممكن يكون هو سبب المشكلات. في ناس بيعيشوا الحياة تحت الضغط، ظروفهم كده يعني، في حياة تفرض عليهم أنه مستمر. الفرق بين الناس في الضغوط هم نوع اللي بتأثر عليه الضغوط. في إنسان بيقدر يتعايش مع الضغوط، في إنسان بيقدر يعالج الضغوط، في إنسان عنده قدرة على التوافق معها، وفي ذول بيفشل في التعايش مع الضغوط، وهم ديل اللي بيكون عندهم مشكلة. لأنه واحدة من الأسباب الرئيسية للإصابة بالاضطراب النفسي هي الضغوط الحادة والمستمرة. فإذا كان في ضغوط حادة ومستمرة حتى لو كانت فجائية، فدي ممكن تكون سبب رئيسي جدا للإصابة بالاضطراب النفسي. إذا حصلت الإصابة بالاضطراب النفسي بعد تظهر لنا الاضطرابات النفسية، واحدة من أسباب الوفاة الرئيسية والاكتئاب. لأنه 50% من الضغوط النفسية أو الاكتئاب ممكن يكون سبب في الانتحار، سبب في أن الإنسان يصل لحد نهاية حياته يعني. فالضغوط هي مؤلمة وهي مدمرة للذات، وهي تفقدنا الإحساس بالحياة يعني. فهي خاصة الضغوط إذا كانت ضغوط مستمرة.
بالضرورة بتحتاج لمعالجة، بتحتاج لطرح، بتحتاج لمناقشة، عشان الإنسان محتاج للسايكولوجيكال سبورت اللي بيقدر يخليه ويوفر له الدعم النفسي اللي بيديه القدرة الإيجابية إنه يتعايش مع الضغوط. طيب ضد الضغوط، طيب ده نتكلم شوية عن عننا إحنا كبشر في المرض، بيكون محتاجين شنو من الحوالينا؟ في ما في أمراض خاصة الإشكال بيكون في الأمراض المزمنة، لأنها الأمراض المزمنة بتغير نمط الحياة. ما في أمراض زي ملاريا ودي أمراض عابرة ما بتكون فيها إشكال، لكن الأمراض المزمنة هي لأنها عندها أثر نفسي كبير جدا غير الأثر العضوي، فمحتاج إنه بقدر الإمكان محتاج تعاون من المحيط بالتحديد، لأنه الليلة زول إذا شخص مثلا دايبتك يعني سكري ولا ضغط، فبتلقى إنه في بعض المعلومات الخاطئة من الحوله دي ممكن تزيد الضغوط النفسية وتزيد الحالة يعني. ففي ضغوط مصنوعة من المحيط اللي انت عايش فيه، بدل يكونوا هم داعمين إيجابيين بالنسبة لك في حالة المرض، بالعكس يكونوا هم مدمرين لك. يعني مثلا ناس ممكن زول يمرض مرض عاد عضوي ثاني، يجي زول يقول له يا الله يا زول انت خلاص يعني يديك حليلك متى يعني يحليلك ويبكي، وكمان تجي خالتك تبكي وامك تبكي وجيران يبكوا، فبيديك احساسين انك خلاص انك ثاني بعد دي ما حتكون منها ثاني. فنحن كمجتمع عندنا ثقافة سلبية مايل للأمراض، يعني كأنه المرض ده هو نهاية الحياة، وكأنه الإصابة دي يستحيل ثاني إنه أنا أطلع منها يعني. ففي ضغوط مصنوعة يعني دائما من خلال المحيط في التعامل السلبي مع المرض ذات يعني. طيب يا دكتور، يعني دي احنا مرات كده بعفوية شديد قاعدين نحاول نعكس تجاربنا ونتائج حقتها على الآخرين بنغض النظر عن انه اصلا الناس ما واحد وطاقاته ما واحد، والحصل معاك انت ما ضروري انه هو يحصل معاينا. طيب بالنسبة للناس اللي ممكن يكون عندهم يعني امراض بتغير بعد ذاك طريقة حياتهم والسيستم بتاعهم كله بتغير، يعني مثلا الناس اللي بتغسل كلى، ديال في ناس مثلا ربنا يشفي الجميع بيغسلوا مثلا مرتين في الاسبوع، ومضطر بعد ذاك يبني حياته على 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 الحاجه دي، انه اذا كان شغال او اذا كان رب اسره او اذا كانت برضه سيده. شنو الباور الممكن تخلي زول ده ينجح، او الطاقه او الدعم اللي هو محتاج له، وشكل تعامل الاخرين مع مرض حصل لك غير تفاصيل حياتك وترتيباتك كلها؟ طيب المعايشة نعم هي واحدة من الحاجات الأساسية في الصحة النفسية، في التوافق مع الأمراض النفسية، هي التوافق مع الوضع الصحي المتغير. الحياة ذاتها هي مبنية على متغير. إحنا نعترف إنه في أمراض مزمنة بتغير نمط حياتنا تماما. مثلا السكري، إذا كان أنا بحب السكر بحب الحلويات يبقى بعض نمط حياتي لابد إنه يتغير. إذا جينا لمرض الفشل الكلوي المزمن تحت الغسيل الدموي، إنه الكلية فقدت أداءها الطبيعي، يبقى مع ذلك أنا محتاج أعمل جلسات غسيل دموي مرتين أو ثلاثة مرات في الأسبوع عشان تعوضني الكلية فقدت وظيفتها. فيبقى الثلاثة أيام والغسيل برنامج الحياة تتغير، أدائي الحياة تتغير، كمية السوائل في اليوم تغيرت، الأطعمة تغيرت، فيبقى في تغيير نمطي في حياتي بصورة عامة. المطلوب مني أنا كمريض بفشل كلوي مزمن أي واحد من الأمراض المزمنة، أنا محتاج إنه أتوافق مع المرض الجديد. التوافق ده بيجي من خلال أول حاجة امتلاك معلومات حقيقية عن المرض والتعايش معه. صحيح. فواحدة من الإشكاليات اللي بتزيد الاضطراب هي معلومات خاطئة، زي ما أنت ذكرتي تجارب فاشلة ما مبنى على أسس علمية. يعني في زول بيكون مرة بتجربة مرضية عنده أساليب خاطئة يتعلمها، داري يكسر الناس إنها تبقى كستاندر، فده خطأ. لا، إحنا لابد ناخذ المعلومات الحقيقيه العلميه اللي بتديني مساحه اني اتعايش. او عندنا كمان الشخصيه يا دكتور بتاعت ابو العريف، دكتور الحله اللي هو اصلا ما قرا اي كليه، ابو العريف والله جد ما بقدر ما بقول لك انا ما عارف او ما او اسال خبير او مختص، ده بيفتي لك في اي حاجه لو سالته عن علم الصواريخ هو برد لك ما شاء الله يعني. فهم ديل انا بعتبرهم انا بسميهم ديل مهددين للصحه النفسيه ومهددين للصحه العامه من خلال تمليكهم للناس معلومات هي معلومات خاطئة، ودي بتزيد التوتر، بتزيد الحالة الانفعالية، ودي ممكن تسبب لنا سبب الاضطراب النفسي، لأنهم هم ديل يمتلكوا معلومات هي معلومات سماعية ما مستندة على أسس علمية، فهم ديل المشكلة.
فعلى المريض يؤمن تماما انه في مصادر للمعلومات الحقيقيه، في فريق طبي موجود يمتلك منه المعلومات الحقيقيه، يعلم تماما انه تحت المرض ايا كان المزمن هو ما سبب للموت. السبب للموت الاساليب الخاطئه اللي نحن بنتبعها في التعايش مع المرض. طيب يعني دكتور انا والله عندي لسه لك ثاني كم سؤال عشان كده هحاول امشي معك سريع. تمام. طيب اهميه او تاثير طريقة إخبار المريض بمرضه والشرح التفاصيل حقته، لو يعني المريض يعني ناس السايكولوجي بيقولوا لا يخطوه في درجة من الاستفسار اللي هي دي بيعتبرها ذات مرحلة من مراحل المعالجة، يعني مثلا تنادي زول مثلا تقوم تشرح له المرض وتبسطه له وتدي له وتقول له أنه في قابلية للعلاج وفي قابلية للمعايشة، دي بتفرق من تقوم تنادي زول وتدي المرض زي الطلقة كده زي الرصاصة كده بتكون دمرته وانتهيت من نفسياته مرة واحدة. واعيين احنا بالحاجة دي قاعدين نعملها، وتنادي زول يقول له اسمع والله انت قالوا عندك قلب وداير لك عملية خطيرة وما بتنجح واحتمال تنجح واحتمال ما تنجح، هذا هو هنا ما نجحت قبل ما يعملوها خلاص انتهى. ده سؤال انا بسميه سؤال رائع جدا، وهو ما يتعلق بايصال المعلومة عن الوضع الصحي. احنا نعترف في الحقل الطبي عندنا اشكاليات عالميا من الايفيدنس بيس من الايثيكال الاخلاقيات في المهنه، انه الفحص ما يدعم الليك الا برضاك وانك عارف الفصل شنو. احنا ما قاعد من الحاجه دي عالميا واخلاقيا، انك مفروض انت اول من يعرف الحاجه اللي بتعاني منها، فعندنا اشكاليات. فيبدا واحده من الحاجات المهمه جدا احنا بنسميها بريكنج باد نيوز، انه الاخبار السيئه دي كيف نوصلها؟ الليله عندنا الهيلث سايكولوجي، عندنا علم النفس الصحي، وديل موجودين في كل المستشفيات، مفترض يكون في اي مستشفى في وحده بتاع سايكولوجيكال سبورت، وحده بتاع الصحه النفسيه موجوده، وديل مسؤوليتهم الاولى هي البريكنج باد نيوز، انه الاخبار السيئه دي بيقدروا يوصلوها، والمساله دي عندها اسس علميه ثابته. يعني واحده من حاجاتها بيسموها البري وبوست، قبل الفحص وقبل الفحص. انه بيتم تهيئه المريض نفسيا انه حيتعمل له فحوصات، الفحوصات حتعمل دي نتائج يا اما سلبيه يا اما ايجابيه. فيبقى بعد ذاك يتم المناقشه مع المريض انه النتائج دي اذا كانت سلبيه هو حيعمل شنو؟ واذا كانت ايجابيه هو حيعمل شنو؟ فاذا كانت النتيجه ايجابيه وتعني وجود المرض ده طيب انت حتتصرف كيف؟ فتتم اخذ باك جراوند خلفيه كامله عن تصرفاته وعن قبوله للنتيجة، بعد ذاك يودوه للفحص ويتم الفحص، وبعد ذاك النتيجة فإذا كانت النتيجة وجود المرض، بعد ذاك المريض بيجي وبيقعد قدام الاختصاصي النفسي وبيسأله سؤال، أنت مستعد أنك تعرف النتيجة بتاعتك؟ طيب بيقول أنا مستعد، طيب النتيجة أنت متوقعها شنو؟ قال نحن ما تناقشنا قبل ما نرسل لك الفحص، قلنا النتيجة واحد من اثنين يا إما إيجابية يا إما سلبية. فأنت بتناقشه هنا، فاذا كان ايجابيه هو حيقول لك انا هعمل شنو؟ بعد ذاك انا حقول له النتيجه ايجابيه، بنتظر رد الفعل عنده شنو؟ بعد ذاك حقوم اعمل له معالجه نفسيه للكلام اللي ذكره قبل، يا اخي انت ما قلت النتيجه انت حتعمل كده وانت حتعمل كده. اكثر زول داعم لنفسه هو الانسان نفسه ذاته. والله يا دكتور يعني بصراحه الحوار ده مخيف شديد. مخيف شديد. لا بيتم بصورة علمية مخيف جدا. فهو مهم جدا للمريض عشان هو بعد ذاك يقدر يتخذ القرار. أماني كان برضو بتشير لنقطة بتقول إنه في زول ممكن يكون داسين منه المرض، دي بتبيجي في نفس النقطة بتاعت التوعية أو الأهل ذاتهم يكون داسين المرض. عموما يعني بركات برضو بقول لك يعني هو تذكر النقطة بتاعت زمان إنه لما في واحدة كده من بناتنا اللطيفات كديستها وما هتدو جوجا لك دي استكماتت قال لك أنت قول لي وقعت من رأس الحيطة أول كسرت رجيلة هيك مهيد لي يعني قول لي وقعت من الحيطة كسرت رجيلة ودينا المستشفى جبرنا لها بعدين ماتت مش هيك دخلت وقعت قمت قول لي دي استكماتت يعني ما عندنا ناس زي ما قولوا بيرموها على بلاطة على بلاطة ما احنا مشكلة احنا والله نفسيتنا في الزمن ده ما عندنا قدرة على بلاطة دي ما بتشتغل معانا والله جد. ولا عندنا قدرة على تحمل الصدمات عشان كده الاختصاص النفسي يمهل الزول تماما يعني حتى لو قام قال لي انا ما مستعد نفسيا انه اعرف النتيجة هسأله السؤال حتعرفها متين حتجي النتيجة متين يعني لابد تتبني على قرار واعي وتتبني ردود الافعال لانه اذا احنا ما كلمناه بالمرض بيجي زول اشتر يسلم عليه ويقول لي يا اخي انت عندك كذا، فتخيل الصدمه النفسيه بتكون حجمها عامل كيف؟
لانه جاي هنا بقول لها انت كويس وانت سليم وما عندك اي مشكله والفحوصات كلها نظيفه وقالوا ما عندك حاجه. يجي زول يسلم عليه ويقول له يا زول الله انت عندك كده. فشوف حيدخله في سايكولوجيكال شوكت ثاني يضعف جدا. أيوة. اننا نقدر الحاجه ذات. طيب دارين نختم معك يا دكتور، لكن خلينا نأكد على معلومة إنه كثير جدا من الأمراض الجسدية أو العضوية هي عندها انعكاس وعندها ظل نفسي آخر قد بيكون بيأثر على نفسية المريض، مقاومته له وتعاطيه معه بإيجابية بيرجع قد يكون بنسبة لسماته الشخصية وقوته وللبيئة والأسرة والمحيط من حوله. أدينا كذا نصيحة أخيرة للجميع. أكد أهمية الصحة النفسية للمرضى. لا بد إن نهتم بالصحة النفسية للمرضى. أهمية دور الأسرة الإيجابي في دعم المرضى. المسألة هي ما مسألة تكاليف بتاع العلاج ولا كده. فالكلمة الطيبة هي شفاء، المعاملة الطيبة هي شفاء، الاهتمام الطيب هو شفاء. المريض نفسه ذاته هو ذاته إيمان ذاته بإنه الشدة ما فيها حياة مغدرة والمرض ذاته هو ابتلاء وفيه أجر. يعني دائما الدعم النفسي اللي بيقدمه المريض لنفسه هو دائما في انسان جديد معالجه. فاحنا كمجتمع المسؤوليه هي مسؤوليه جماعيه. انا قبل ما اختم داير اقول ان احنا في كثير من الامراض النفسيه او الامراض العضويه عندها اثر نفسي كثير جدا، يعني للاسف ما قاعدين نهتم بالحاجه دي. فيا ريت كل الناس العاملين في المجال والناس المهتمين انه يهتموا بمراكز الصحه النفسيه ويعودوا من نفسهم انهم يعرضوا نفسهم اذا شكيت انه والله يا اخي عندي حاله ممكن تسبب لي مرض خطير. انا دائما امشي اقابل ذات الصحه النفسيه اول عشان احكي لهم المخاوف بتاعتي دي عشان اداك يتم معالجه المخاوف دي في مرحلتها الاولى، لانه المخاوف دي اذا لم يتم معالجتها نفسيا في المرحله الاولى ممكن تتطور لمراحل سابقه، ممكن تاثر اثر سلبي جدا، ممكن يفقد الانسان حياته. فده مشكله كبيره هنا. صحيح، وانا برضو رسل رسالة لوزارة الصحة انه يعني تكتمل المنظومة العلاجية زي ما بيكون لازم ممرض، لازم اخصائي، لازم استشاري، لازم كمان طبيب نفسي او استشاري نفسي. شكرا لك كثير يا دكتور. تحية لك وتسلمي كثير ولكل المشاهدين. سعدنا والله بمداخلتك المفيدة ومليانة اليوم. ايه بيكون صحة والعافية يا رب. شكرا جزيلا.